Well done. We've taken objective Charlie. Taken the objective. السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله، شو اخباركم؟ شلونكم يا شباب يا غالين يا حبايب قلبي؟ انتم شو اخباركم؟ اخوكم بجواهر زمانه، يا هلا وسهلا، المقدمه الزمانيه القديميه. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. ليله عرفه، اوصيكم واوصي نفسي بالتقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة في هذه الليلة، وأوصي نفسي وإياكم بصيامها لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صيام يوم عرفة حتى تسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلهذا يعني نتسابق في جلب الحسنات، عسى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. شخباركم يا شباب؟ شعلومكم طيبين؟ أول شيء أحب أشكركم، شكر يا شيخ، وش أقولكم؟ شكر ذهبي، شكر خاص على الفيديو وعلى ردود الفعل الفيديو السابق، يعني 1330 لايك و 268 رد، قريتها كلها، الله يوفقكم ويطول بأعماركم جميع الشباب اللي ردت عليه في تويتر وأشهدت برأي في الألفة اللعبة الجديدة، والشباب اللي ردوا عليه في السناب، وجميع الشباب اللي ردوا عليه في الفيديو، يعطيكم ألف 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 عافية. سواء نزلت فيديو أنا مالي منه عليكم والمنة لكم أنتم، والسنين هذه كلها مهما قلت ما عندي عذر، لكن نقول إن شاء الله القادم أفضل. نزلت الفيديو هذا عشان نزول اللعبة الجديدة، او النمو باللعبة الجديدة، الالف المغلقة رقم 2 بعد التعديلات والتغييرات اللي صارت بعد الالفة الثانية. حبيت ارد على بعض الشباب بس اللي ردوا ويقول انك ما تنزل فيديو الا اذا احتجت فلوس، قص فلوس اليوتيوب. في الاول تراني انا مكنسل بارتنرشيب مع ماشيني ما من 3 سنوات، ترى ما في دعم، وغير كذا دخلهم ضعيف جدا، وقلت بكنسلوا اصلا، عقدهم تقريبا 8 سنوات او 7 سنوات، فكذا كرهت اني اكمل معهم وكنسلته. من ذاك الوقت ترى ما في مداخيل القناة، يعني زبدة الموضوع كله انتم انتم انتم، انا نزل اصلا ولا احاول انقطع عن اشخاصكم، انتم اللي تستاهلون صراحة. هذا الشيء اللي حبيت اني اوضحه واتكلمه. بالنسبة للألفة المغلقة اللي والله نزلت قبل 4 أيام، يمكن يوم 16 أغسطس قفلت، صار في تعديلات أو بمعنى آخر نقص وتخفيض جميع الكتات اللعبة، سواء سنايبر، سواء أسول، سواء اللي هو صفرة وبليه ميديك، نزلوا وخفضوا جميع الأسلحة. وش السبب؟ السبب الفيدباك اللي صار في منتدياتهم من بعض الكامبرز وحقين كود، يجونك هنا يشغلون أمك أنا ما نبي دمج عالي، الريكول عالي، ما أدري إيش، لين تقريبا خربوا اللعبة. اللعبة نفسها فيها بقات خفيفة، أنا ما أقول بذاك البقات، وأصلاً ألفة لازم مثل البق هذا. نزلت من فوق لتحت واختفى كل شيء. المشكلة أنا توقعت إني أنا اختفيت نفسي، أنا أصلاً ما يشوفوني اللعيبة، يعني وقعد تلفت أشوف بلقاني أحد يشوفني أحد الآن، والله وسريع، شو حسني طاير يعني. قلت خلني بأخذ أومو وبجرب اشوف عاد هم يشوفوني ولا لا. المشكله على وضعيتي هذه، على اختفاء
اللي هي الأمو والكروس والإيم شو أطلق بعد. المشكلة أقول نسي غريبة ما يطلق علي شكله مو بشايفني وطلع شايفني. شوف والله دمجني النوب. لكن شوف 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 جدار أي جبته. جبته على الوضعية دي يا أخي سبحان الله. السنايبر أو معنى آخر اللي يلعب فرضا كونتر سترايك ام يتحسن يتحسن بشكل كبير. يعني اللي احب اقوله انه الجيم بلاي تشوفون هذا تقريبا من الالفة الاولى، في بعض المقاطع بتشوفونها من الالفة الثانية. ابى اتكلم لكم عن الكت اللي انا احبه، يعني كت السنايبر والتغييرات اللي صارت فيه. التغييرات اللي صارت فيه اول شيء زادوا الدمج من 80 الى 90 اللي هو الدمج السلاح. شوف والله انا جبته بعد. الدمج السلاح زادوه من 80 الى 90، هذا اول شيء. لكن شوفوا النكبات اللي صارت بعدها. اول شيء خفضوا اقصى ضرر الضرر كامل او اقصى ضرر بالنسبه للسنايبر من 20 الى 8 متر. اوكي شلون يعني؟ قبل كان 80 قوه الدمج 80 في 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 حدود ال 20 متر، يعني اي واحد في مدى 20 متر الدمج اللي بيجي 80 هذه ثابته. الان لا، الان خلوه 80 قوه الدمج 80 اذا كان 8 متر. تعدى 8 متر يكون في تناقص، يعني ممكن ينزل من 70 60 50 لين ال 20. هذا اللي سووهم. شيء ثاني صفروا عليه، خفضوا اللي هو الحد الأدنى للضرر من 60 خلوه 55. يعني تضرب في الرجل، تضرب في الصدر. أول كان يدمج 60، لا الآن يدمج 55. معنى آخر أنهم يبون يضعفون السنايبر بحيث أنه ما يكون له الفارق الكبير في اللعبة. هذا النقطة الثالثة. النقطة الرابعة خفضوا سرعة خروج الطلقة من 700 خلوها 600، يعني خلوها أبطأ بكثير. يعني كنا مبسوطين أصلا في الألفة الأولى اللي لعبها انبسط بحيث أنه إيش فرق 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 سنايبر عن باتل فيد 1، يعني سبريشن وجع راس وصجة ولجة. حسينا أنه 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 قريبة من باد كامبريتو اللي هو إيش اسمه اللي هو السنايبر، قريب من باتلفيد 1 باتلفيد 3 قصة صف الله تبليه. باتلفيد 3 كان السنايبر في ذاك الوقت كان يعني سريع يا أخي. يزين السنايبر باتلفيد 3، بس أنا أتكلم عن النقطة هذه صراحة أحسنها توجع قلبي، يعني إنه التغييرات اللي صارت والكلام هذا كله يعني شيء يسيل اللعبة أصلا. هذا بالنسبة للتغييرات في السنايبر. ما في شيء كبير تحس فيه يعني تغير، نفس الرسوم نفس حتى تعريف نيفيديا ما غيروه، يعني ما قال والله مع نزول الألفة الثانية قال والله راح هو نزل تحديث جديد أو زي كذا، نفس التحديث الأول اكتفوا فيه. وهذا ندلدل لأنه ما في ذي تغييرات إلا في الأسلحة بس. يعني أنا كنت حاط اللي هو الجرافكس على الهاي ورفعته على الألترا، ولكن فيه كان عندي تقريبا دروب FPS بشكل عجيب. نزلته تقريبا إلى اللو. أنا كرتي 1080 وتحسنت اللعبة كثير عندي بشكل حلو. ودخلت على منتديات باتلفيد كلهم يشتكون من انه استخدام عندهم المحرك، يقولون ان استخدامه في صف الله المعالج تقريبا مستخدمين 80 الى 100% من عمل المعالج، ورغم هذا في دروب FPS. في مشكلة يعني في اللعبة، لكن ألفة يعني نقول إن شاء الله أنها تتغير. للعب الألفة يعرف أنه اللعبة مملة،
يعني تلعب ثلاثة أيام توصل لمرحلة الملل اللي صايرة في باتل فيلد 1. باتل فيلد 1 أنا بالنسبة لي أتكلم عني أنا أوصل لمرحلة أني أمل، لكن إذا جينا فرضا على ألعاب باتل فيلد اللي هو من باتل فيلد 4 إلى باتل فيلد 3 إلى باد كامبري، أنا أذكر أني في باد كامبري 2 قبل لا أعرف الناس يعني كنت ألعب الحالي، أتكلم عن البيتا، أنا أتوقع أني ما كنت أفارق اللعبة، ظاهر أني أنام وأصحى وأفطر كلها على اللعبة. يا أخي كانت فيها متعة 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 إلى أبعد درجة، ما أمل منها، ما مليت صراحة في ذاك الوقت. اللعبة هنا فيها ملل، مملة 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 يعني، ما أدري، لكن أنا ما وديني تقولون أوه يسي لها، وبعض الناس محسسين أنها يملك أسهم في الشركة. يا مسلمين عدا ما في أحد الظاهر سوى دعايات لباتل فيلد مثلي ومثل بعض الشباب يعني في بدايتها، على وقت الله يذكره بالخير عادل اس اي جيمر المقرن وانا وجوبه ذاك الوقت، وكنا نسوي دعايات يا شيخ على ودنه، على اساس انه ايش ينتقلون لعيبه البلايستيشن، من اول كل لعيبه البلايستيشن يلعبون كود، ما يلعبون باتل فيلد، ما يعرفونها يعني. ذاك الوقت ما حد سوى دعايه مثل ما سويت انا، وبعض الناس الله يهديه في الردود حتى يتكلم يقول انك رايك انك ظلمتها، ما انا ما ظلمتها، انا ما املك اسهم فيها عشان اظلمها، انا اعطيت رايي ان فيها يعني تشابه كبير بينها وبين باتل فيلد 1. هذا بالنسبه انا اتكلم عن رايي. انا حبيت الفيديو يكون طويل شوي لاني بتكلم عن في خبر صراحه ممكن تتحملها صراحة إيه، لأنها ما جابت شيء جديد. يقولك بالنسبة للمصدر بحطه في الديسكريبشن، يقولك خبر الطلب على اللعبة ضعيف، وفي خوف أنها تلقى مصير شو اسمه تايتن فول 2، لأنها نازلة بين لعبتين كبار. اللعبة الأولى Call of Duty هي اللي هو Black Ops 2 شو وش Black Ops 2 خبر أنا مو Black Ops 4 عاد ما بقى ظاهر بنوصل 8 و9، وبين لعبة Red Dead 2 وقتها غبي شوي يعني، وشي لا جديد وبين لعبتين كبار. المشكلة يقولك الطلب ضعيف جدا، هم مو متوقعين هذا الشيء، وانا اقول ترى كل هذا مصالحنا انه كلعيبه يعني. تخيل اذا نزلت فرضا باتل فيلد 5 وبعد الاقبال الضعيف هذا راح يفكرون ألف مره انهم ينزلون نسخه جديده من باتل فيلد. اقل شيء خليهم ينزلون يا اخي باد كمبري 3، خليهم ينزلون لعبه جديده يا اخي. انا ما نبي انا بالنسبه لي انا ما عاد ابي باتل فيلد، ابي اتوقف 4 سنين 5 سنين، خلها قشي ينزل شيء متغير يا اخي، تنزل لعبه. نبي النقله اللي صارت من باد كامبري 2 من باتل فيلد 2 الى باتل فيلد 3، نبي زي كذا، نبي نقله جيم بلاي جديد، جيم بلاي حلو، نبي هذه الفكره. الخبر الثالث رحلتي حسيت اني قاعد اغني رحل يا شيخ. استقال مدير او رئيس قسم التصميم في اللي هو باتريك سوديريلاند هذا مدير قسم التصميم، وكان رئيس استوديو دايس 20 سنة، يعني من ايام باتل فيلد 2 باد كامبري 2 باتل فيلد 3، كان من ذاك الوقت هو مدير قسم مدير استوديو دايس. الآن الرجال استقال في أسباب أكيد مليون بالمئة، نقول إن شاء الله إن مو راضي عن الاستراتيجية إيه، يمكن ضغط عليهم إنها
أنها تنزل لعبة بهذا الشكل. يمكن هم ما يبون الفكرة هذه. يعني جميع الاحتمالات موجودة. ما أقول الله إنه هذا السبب. لكن أتوقع والله لا أدري. ممكن. بعض الشباب الحين يشوف الجيم بلاي يقول بجواهر ورك مبعد. يا عيال الزوم يا شيخ طويل تقول وجه ترامب. وطويل والله العظيم مو 12 77. والله ما يعني مسألة انك تدخل وتواجه ما ينفع. خلك بعيد لين ينزلون زوم ثاني ولا عاد تشوفوا له صرفه يعني. ولا زوم بعيد يا اخي انا ما اشوف. عاد شيبت انا عاد اشوف عندي صار ضعيف. اي شيء قريب مني ما اشوفه يعني. لهذا لازم ابعد شوي يعني ابعد شويه كذا اتقنصهم بعيد. هذا اللي يطول عماركم. بعض الكلام عن باتلفيد 5 ان شاء الله راح تنزل البيتا في تاريخ 1 اليوم 19 يعني باقي ان شاء الله خلينا نقول 12 يوم تقريبا 12 يوم البيتا المفتوحه راح تنزل في تاريخ 1. بعدها جربوها كلكم شوفوا اللعبه. اتوقع انه نفس الماب ما راح يتغير. اعطوني رايكم في الكومنتات. يعني ابي اشوف اراءكم يعني كلامكم نفس كلامي ولا يختلف. يعني اختلاف الراي لا يفسد في الودي قضيه. ان شاء الله بمشيئه الله تعالى راح انزل فيديوهات. جعني والله مبتسيكم. ردود افعالكم الله يوفقكم. حتى والله العظيم في النادي يا اخي انا وش اللي يبهرني يا اخي يطيبكم طيبه. يعني تخيل في النادي اتكلم مع واحد من الشباب في النادي في الصاله كذا حديد وهذا يسالني مدري ايش وكذا واسال مع واحد شوي اللي واحد جايني انت صوتك مو غريب علي. ليش مو غريب؟ عاد انا اسكت ما ارد اقول ليش. قال انت زمانه ابو جوار. عاد اذا قالها الحرج واحد ارد ادري ايش اقول صراحه. اقول اي والله انا زمانه واسحب على شوشي عشان ما يدرون حق الصاله. تعال والله انا وساس ولي متكيه وين الناس. عاد اقول له قال عاد في هالدنيا وفي هالنادي عاد واحد والله يوشر شاحني من الشباب. قال يا حبيبي خفف سوي اللي تبي لكن نزل فيديوهات يا اخي لا تقطع. قلت ان شاء الله عاد وبنزل فيديوهات والحمد لله يعني ان شاء الله بشيت الله خلنا نقول 85% من الظروف اللي كانت مانعتني ذاك الوقت انزل اللهم لك الحمد انها اختفت. وان شاء الله انها تيسر اموركم ان شاء الله انتم كمتابعين وكاخوان ان شاء الله تيسر امور ان شاء الله ويفك الله أزمة كل إنسان وتيسر أموره ويرزق الله من حيث لا يحتسب. إن الله على كل شيء قدير. وش بعد بقول؟ حسيت إني كثرت كلام. عندي سواليف والله عندي هرج عندي عاد الأيام هذه أيام حج أيام الحج. ترى من الحين باقي كم سالفة باقي سوالف أتذكر أيام المكدة. يعني تخيلوا قبل كم يوم أمس حاكمين على كم واحد بسجن 15 يوم وغرامة 115,000 على اللي كانوا يكدون بدون تصريح. أقول والله اللي فكنا الله وربي فكنا ربي ذاك الوقت والله كنا مهابي. يا اذكر المجاهدي يا كان يلحقونا في الجبال وانا نقطع. يا الله رحت انا من الخوف دبيت حذياني وامشي لين تجرحت رجولي. يلا يسر الله ان شاء الله. يقول لك كل دقه بتعليمه. يعطيكم الف عافيه اخواني واخواتي ويعطيكم يعني يعطيكم كل شيء. الله يوفقكم ان شاء الله ويجمعنا وياكم في الدوس الاعلى يا ذا الجلال والاكرام. اخوكم بزمانه ابو جواهر زمانه. السلام عليكم.